السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم زملائنا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونون بخير. نرحب بكم في أكاديمية العطاء الطبي. اليوم إن شاء الله نبلش بسلسلة محاضرات الإمبريولوجي، ونبدأ وياكم بالمحاضرة الأولى بعنوان الجاميتوجينيسيس. بداية خلنا نأخذ فد مقدمة عن الإمبريولوجي، خلنا نفهم شنو يقصد بالإمبريولوجي. الإمبريولوجي هو مصطلح متكون من كلمتين إمبريو ولوجي. إمبريو معناته جنين، ولوجي يعني العلم، فإمبريولوجي يعني علم الجنين. هذا العلم يختص بالتكوين الجنيني، يعني راح ندرس شلون يتكون الجنين من خلية واحدة، تنقسم هاي الخلية ملايين الانقسامات إلى أن تتحول إلى جنين كامل. تمام، هذا هو علم التكوين الجنيني. التكوين الجنيني تقريبا يستغرق تقريبا 280 يوم يستغرق. التكوين الجنيني يبدي من عملية الفيرتلايزيشن. فيرتلايزيشن يعني الاخصاب، عملية الاخصاب، اتحاد النطفة والبيضة، تكوين الزيجة اللي هي البيضة المخصبة، او احنا نسميها الزايغوت. تمام، من تتكون عند الزايغوت اللي هي، تلاحظوا هذا الزايغوت عبارة عن خلية واحدة، هاي الزايغوت راح تخضع إلى مجموعة من الانقسامات. جاي تلاحظون هنا شلون هذه الخلية جاي تنقسم، تنقسم هذه الزايغوت وراح تمر ب يعني أطوار، تمر بمراحل، نشوف هذه الخلايا تبدي تتمايز إلى أن تتحول إلى أعضاء وأنسجة ويتكون عندي إمبريو كامل. هاي العملية تقريبا تستغرق 280 يوم. فإحنا راح ندرس تفاصيل أنه شلون راح تتحول هاي الزايغوت إلى جنين كامل. تمام، راح ندرس إن شاء الله بعلم الإمبريولوجي. بتركم تقريبا تستغرق 280 يوم هذه العملية. فالعلماء يعني حتى يدرسون هاي فترة التكوين الجنيني يقسموها إلى أسابيع، يعني هاي 280 يوم أو 9 أشهر هي فترة الحمل. تمام، 9 أشهر تقريبا، يعني قسموها إلى أسابيع، يعني مثلا يأخذون الأسبوع الأول من التكوين الجنيني، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، وهكذا يشوفون كل أسبوع شنو راح يصير بتغيرات. تمام، هذا باختصار، هاي فد مقدمة عن علم التكوين الجنيني حتى تكون في بالكم. التكوين الجنيني كله لخصه بسبع خطوات أو سبع عمليات. التكوين الجنيني يبدأ بالجاميتوجينيسيس. جاميتوجينيسيس يقصد بيها تكوين الأمشاج. الأمشاج يقصد بيها النطف والبيوض. تمام، فالتكوين الجنيني يبدأ بهذه الخطوة اللي هي الجاميتوجينيسيس، واللي هي موضوع محاضرتنا اليوم. وبعد الخطوة اللي بعدها يصير فيرتلايزيشن، يصير الإخصاب، إخصاب اتحاد النطفة مع البيضة وتكوين الزيجة. الخطوة اللي بعدها الكليفج، الانقسام، الزيجة، قلت لكم هذا البيضة المخصبة اللي راح تتكون الزايغوت راح تبدي تنقسم، تخضع إلى سلسلة انقسامات نسميها عملية الكليفج. بعدها المرحلة الرابعة يسموها البلاستوليشن، يعني عملية تكوين البلاستوسيست اللي هي نسميها المعيدة. طبعا هنا هذا التكوين الجنيني اكو معلومات سابقا انتم مرت بيكم بالاحياء، الفصل الرابع اللي بالاحياء التكوين الجنيني. تمام، اكو بعض المعلومات راح نشوفها هنا متكرره نذكركم بها. فالبلاستوليشن عمليه تكوين البلاستوسيست اللي سابقا انتم كنتوا تسموها المعيده بلاستوسيست. تمام، بعد البلاستوليشن تصير عمليه الجاسوليشن، بعدها النيوروليشن، وبعدها الاورجانوجينيسيس. ذني راح نشوفهن ان شاء الله بالمحاضرة. هذه النقاط السبعة يعني كمختصر عملية التكوين الجنيني. احنا محاضرتنا
لليوم يعني راح ندرس الجاميتوجينيسيس. الجاميتوجينيسيس قلنا هي معناها عملية تكوين الأمشاج الجاميتس. الجاميتس شنو يقصد بين الأمشاج؟ يقصد بهن النطف والبيوض، ذن يسموهن الأمشاج. تذكرون أنتو من درستوا بالفصل الرابع التكوين الجنيني، شون تتكون الأمشاج، شون تتكون النطف، الخلية النطفية الأولية والخلية النطفية الثانية، تمام؟ هذن التفاصيل إذا تذكرون نفسن راح يمرن بهن إن شاء الله. Gametes are produced during meiosis 1 and meiosis 2. الميوسز معناها الانقسام الاختزالي، تتذكرون ايضا مر بكم سابقا الانقسام الاختزالي والانقسام الخيطي. الانقسام الاختزالي نسميه ميوسز، والانقسام الخيطي نسميه مايتوسز، تمام؟ مايتوسز انقسام خيطي، ركزوا ذن بالمصطلحات. فعملية تكوين الامشاج راح تنتج بواسطة الانقسام الاختزالي، تمام؟ يعني الخلايا الجرثومية راح تخضع لانقسام اختزالي تنتج عنه الأمشاج، تمام؟ تذكرون ميوسيس 1 وميوسيس 2 يعني الانقسام الاختزالي الأول والانقسام الاختزالي الثاني، تمام؟ زين. ميوسيس فانكشن يعني وظيفة الانقسام الاختزالي production of 4 haploid gametes from each diploid oogonium or spermatogonium. الoogonium يقصد بها الخلية الجرثومية البيضية، والspermatogonium يقصد بها الخلية الجرثومية النطفية، الخلايا الجرثومية. تذكروها انه هاي الخلايا لها قدرة على ان تنقسم وتكون خلايا ثانية يسموها خلايا جرثومية. فالoogonium معناها الخلايا الجرثومية البيضية، والسبرماتوجونيوم معناها الخلايا الجرثومية النطفية. هذني الخلايا كل وحدة منهن السبرماتوجونيوم أو الأوغونيوم 2N. 2N شنو معناها؟ معناها ثنائي المجموعة الكروموسومية. تذكرون أنتو كنتو تكتبون 2C، تمام؟ هنا يعني بالإنجليزي كتبون 2N، تمام؟ زين. فهذني الأوغونيوم قلنا كل واحدة منهن 2N يعني 2C، أو يسموهن ديبلويد يعني ثنائي المجموعة الكروموسومية، تمام؟ هذني الخلايا راح يخضعن للانقسام الاختزالي الأول والثاني. شو ينتج عنهن؟ ينتج عنهن الجاميتس الأمشاج اللي هن شو يكونن هابلويد يعني أحاد المجموعة الكروموسومية، يعني 1C أو شي كتبوها 1N، تمام؟ أني 1N يعني 1C، أو N معناها يعني 1C، تمام؟ فوظيفة الانقسام الاختزالي هو إنتاج الأمشاج، إنتاج تقريباً 4 أمشاج من خلية جرثومية واحدة. هذه هي وظيفة الميوسز، وظيفة الانقسام الاختزالي، تمام؟ إذن هسه أول معلومة عرفنا إنه الانقسام إنه الأمشاج تتكون من الانقسام الاختزالي، تمام؟ زين. إذا أذكركم هذه الصورة، إذا تلاحظون هنا السبرماتوجونيوم هاي الخلية الجرثومية النطفية بها 2C، إذا تلاحظون ثنائية المجموعة الكروموسومية 2C تخضع للميوسيس 1 والنوب الميوسيس 2 إذا تلاحظون هنا، وبالنهاية راح تتكون عندي 4 نطف. سبيرمز معناها نطف، تمام؟ هذه تذكروا الانقسام الاختزالي للخلايا الجرثومية الذكرية، تمام؟ بس يعني حتى نذكركم به. وهذا هنا ايضا للاوغونيوم يعني الخليه الجرثوميه البيضيه ايضا تخضع لانقسام الاختزال الاول ومن ثم الانقسام الاختزال الثاني، وتتمايز الخلايا وبالنهايه راح تنتج عندي بيضه واحده وثلاث اجسام قطبيه البولار بوديز،
تمام. هاي بس للتذكرة الجاميتوجينيسيس، تكوين الأمشاج الذكرية وتكوين الأمشاج الأنثوية. طبعا الجاميتوجينيسيس هذا المصطلح تكوين الأمشاج يضم مصطلحين، يشمل السبرماتوجينيسيس. السبرماتوجينيسيس يقصد به عملية تكوين النطف اللي هي هذه سبرماتوجينيسيس، هذه نسميها احنا سبرماتوجينيسيس، يعني عملية تحول السبرماتوجونيوم، تمام، تحولها الى نطف ناضجة. هاي العملية كلها شي يسموها، يسموها سبرماتوجينيسيس، يعني تكوين النطف. وهاي العملية شي يسموها، هاي العملية يسموها الأووجينيسيس، تمام. الأووجينيسيس يعني عملية تكوين البيوض، يعني عملية تحول الأووجونيوم إلى بيضة ناضجة. هاي كل العملية يسموها أووجينيسيس. فمصطلح جاميتوجينيسيس يشمل السبرماتوجينيسيس ويشمل الأووجينيسيس. زين، هذا هنا شي يتكلم difference between male and female gamete development. هنا يتكلم لنا عن الفروقات ما بين male gametes يعني الأمشاج الذكرية والfemale gamete الأمشاج الأنثوية. نتكلم عن الفرق فيما بيناته. نبدي بالأمشاج الذكرية. الأمشاج الذكرية تتميز أنها تكون continuous development and production of sperm from onset of puberty يعني خلينا نقول till death، لحد موت الإنسان. عملية تكوين الأمشاج الذكرية تتميز أنها continuous. continuous يعني عملية مستمرة، يقصد بيها عملية إنتاج النطف تكون عملية مستمرة طيلة فترة حياة الذكر. تبدي عملية إنتاج الأمشاج الذكرية، يعني عملية إنتاج النطف تبدي from onset of puberty، يعني تبدي من البلوغ حتى موت الإنسان، تمام. تستمر هاي العملية من البلوغ إلى موت الإنسان. هذه منو هذه؟ هذه تكوين الأمشاج الذكرية جاي يتكلم عنه. قلنا هي أول نقطة هي continuous، تمام، عملية مستمرة. زين، stem cells يقصد بيها الخلايا الجذعية اللي هي الخلايا الجرثومية اللي ذكرناها نفسها spermatogonium، تمام، هي نفسها يسميها stem cells، تمام، نفس التسمية. زين، stem cells are retained. الخلايا الجرثومية الذكرية ذنيك spermatogonium ذني راح يبقى نحافظ عليه، يعني ذني شلون نقول عددهن ما راح يقل طيلة فترة حياة الإنسان. عددهن ما راح يقل، يبقى ثابتات ما ينقصن. ليش؟ هذا السبرماتوجونيوم، هذا السبرماتوجونيوم، هذه قبل لا تبدي الانقسام الاختزالي شو تسوي؟ تنقسم انقسام خيطي مايتوسيس. يعني هذا السبرماتوجونيوم تنقسم انقسام خيطي تصير خليتين، تمام. هاي الخلية واحدة منهن ايش راح يصير؟ واحدة منهن يصير بيها انقسام اختزالي وتتحول الى نطف، وواحدة راح تبقى مخزونة، تمام. فالعدد شنو؟ العدد ما راح يقل، تمام. عدد السبرماتوجونيوم او الستيم سيلز بالذكور يعني بالذكور ما راح يقل، تمام. ريتين يعني تبقى ما راح تنقص، تمام. هذه معنى العبارة. زين، النقطة الثالثة بالتكوين الجنين للذكور هي sperms are motile and contain very little cytoplasm. السبرم يقصد بها النطف. النطف صفتهن أنها تكون motile يعني متحركة. النطفة من صفاتها بها ذيل تتحرك، فتكون النطفة متحركة. and contain very little cytoplasm، والنطفة بها كمية قليلة من السيتوبلازم، تمام. هذا ما يخص منه، هاي ما يخص يعني الأمشاج الذكرية، تمام، وتكوين الأمشاج الذكرية. بينما تكوين الأمشاج الأنثوية شوف شنو صفاتهم. The entire development of dicytate to primary oocyte
are formed during development with 10 to 20 continuing development during each ovarian cycle. عملية يعني تكوين الأمشاج الأنثوية إيش وقت تبدي هاي العملية؟ هاي العملية begin during development، يعني هاي العملية تبدي أثناء التكوين الجنيني، يعني من الأنثى بعدها جنين في بطن أمها راح تبدي عدها عملية تكوين الأمشاج الأنثوية، واضحة؟ بينما بالذكور تكوين النطف يعني تكوين الأمشاج الذكرية بالذكور تبدي بعد البلوغ. لاحظت الفرق؟ بالذكور تبدي بعد البلوغ، بينما بالأناث لا، عملية تكوين الأمشاج الأنثوية تبدي during development، يعني تبدي أثناء التطور، يعني يقصد أنه البنت بعدها جنين في بطن أمها، وهاي البنت أثناء تكوينها الجنيني تبدي الأمشاج تتكون عندها. تمام؟ هاي واضحة الفكرة، الفرق بين الذكور والإناث. زين، بعد أيضا شي يقول لك، تعرفون أنه المرأة عندها الدورة الشهرية، تمام؟ كل دورة شهرية تقريبا المرأة راح تفقد 10 إلى 20 بيضة كل دورة شهرية، يعني عندها تقريبا الأنثى من تصل للبلوغ، تبدأ الدورة الشهرية للأنثى شوكت عند البلوغ، من تصل للأنثى للبلوغ تقريبا عندها 400 إلى 500 بيضة كل شهر، تصرف 10 إلى 20 بيضة، يعني كل شهر العدد يقل، يعني بحيث المرأة من توصل عمرها 40-50 راح يخلصن البيوض عندها، بعد ما عندها بيوض بعد ما تقدر تنجب، يعني البيوض عند المرأة يخلصن، بينما احنا قلنا عند الذكور شبين، قلنا لا، الخلايا الجذعية والنطف وإنتاج النطف عند الذكور تكون مستمرة من فترة البلوغ لحد ما يموت، بينما بالأناث لا، ما تكون مستمرة لأن عدد البيوض كل شهر يقل. زين، هاي واضحة الفكرة؟ زين، Oocytes are surrounded by follicular cells forms ovarian follicle. الأوسايت البيضة، هاي البيضة تمام، تحيط بها خلايا، هاي الخلايا اللي تحيط بالبيضة شو يسموها؟ يسموها follicular cells، هاي الخلايا اللي تحيط بالبيضة، هذا التركيب كله شو يسموه؟ يسموه ovarian follicle. الovarian follicle يقصد به البيضة والfollicular cells اللي تحيط بها، هذا التركيب كله يسموه ovarian follicle. من تسمع ovarian follicle يعني الحوصلة البيضية هي هذه البيضة وتحيط بها الفوليكولار سيل، بينما بالنطف النطف ما تحيط بها فوليكولار سيل. تمام؟ زين، بعد من الفروقات شنو؟ stem cells are exhausted، يعني نفس ما قلنا هنا الخلايا الجذعية بالأناث يعني البيوض شبيها تستهلك، مو مثل الذكور نحافظ عليها. تمام؟ زين، Oocytes are among the largest cells and are non-motile. احنا مو قلنا السبرم النطف موتايل، الأوسايت non-motile غير متحركة. تمام؟ زين، السبرم قلنا بيها سايتوبلازم قليل، وهي خلية صغيرة وبيها سايتوبلازم قليل النطفة السبرم، بينما الأوسايت are among the largest cells، يعني واحدة من أكبر الخلايا اللي هي البيضة. معناها شنو كلامهم؟ معنى كلامهم انه هاي البيضة خلية كبيرة وبها سايتوبلازم هواي، بينما النطفة خلية صغيرة بها سايتوبلازم قليل. هذا الفرق بين التكوين الجنيني بالذكور والتكوين الجنيني بالأناث. زين، هذاك باختصار تكلمنا ما يخص الجاميتوجينيسيس. تمام؟ قلنا الخطوة الأولى الجاميتوجينيسيس، سولفنا عن الجاميتوجينيسيس. الخطوة الثانية هي الفرتيلايزيشن، is the process whereby two sex cells يعني two gametes يعني أمشاج اثنين، خلايا جنسية اثنين يعني أمشاج اثنين،
fuse يعني تتحد together تتحد مع بعض to create a new individual يعني راح تكون شخص جديد. إذن تعريف fertilization هي عملية اتحاد two gametes يعني أمشاج اثنين يتحدن مع بعض شي يكونن زيجة. تمام؟ تكوين الزيجة معناه تكوين new individual يعني تكوين شخص جديد. تمام؟ new individual يعني شخص جديد. زين. With genetic potentials derived from both parents. هذا الطفل الجديد اللي راح يتكون. تمام؟ جيناته genetic potential جيناته مين؟ هذا الطفل الجديد جيناته مشتقة من الأب ومن الأم. احنا البيضة تحمل جينات من الأم والنطفة تحمل جينات من الأب، فمن يتحدن ايش راح يصير؟ جينات الأب والأم راح يتحدن مع بعض، فالطفل الجديد اللي راح ينتج ايش راح يكون عنده؟ راح يكون عنده جينات من الأبوين، من الأب والأم. زين. عملية الفيرتلايزيشن بيها عمليتين، يعني بيها خطوتين. الخطوة الأولى combining of genes derived from two parents، يعني أول خطوة بالفيرتلايزيشن أو أثناء عملية الفيرتلايزيشن إيش راح يصير؟ راح تتحد الجينات اللي قادمة من الأبوين. تمام؟ بعملية الفيرتلايزيشن الجينات يعني الجينات اللي بالبيضة والجينات اللي بالنطفة راح يتحدن مع بعض، هاي بعملية الفيرتلايزيشن. وبعد ومن يصير فيرتلايزيشن وتتكون عند الزيجة اللي احنا نسميها زايغوت، تمام، راح يصير عندي creation of new organism، يعني راح يصير عندي تكوين كائنات جديدة، يعني تكوين الطفل. تمام، هذه عملية الفيرتلايزيشن. Thus the first function is transmit genes from parents to offspring، يعني هاي عملية الفيرتلايزيشن أو عملية الإخصاب. هاي العملية الفيرست فانكشن يعني الوظيفة الأولى لهاي العملية هي نقل الجينات من الآباء إلى الأبناء. تمام، هاي الوظيفة الأولى لعملية الفيرتلايزيشن. سكند، الوظيفة الثانية أو الفائدة الثانية من عملية الفيرتلايزيشن initiate reactions in the egg cytoplasm that proceed development. من تصير عملية الإخصاب وتجي النطفة تدخل داخل البيضة، النطفة راح تحفز البيضة على أن تنمو، يحفز البيضة على أن تنمو، يحفز الخلية على أن تتطور حتى تصبح يعني زيجة، وبالتالي هذه الزيجة تنقسم وتتحول إلى كائن جديد. تمام؟ هذا ما يقصد به initiate reaction in the egg cytoplasm، يعني عملية الفيرتلايزيشن راح يحفز البيضة، يسوي تفاعلات داخل البيضة تتحفز البيضة تتحول إلى زيجة، والزيجة بعدين تتحول إلى كائن جديد. بعد أيضا بعملية الفيرتلايزيشن إيش راح يصير عندي؟ restoration of diploid number، restoration يعني استعادة، of diploid number يعني العدد الكروموسوم الثنائي reduced during meiosis. شنو معنى هذا الكلام؟ احنا قلنا انه البيضة احادية المجموعة الكروموسومية واحد سين يعني واحد ان، والنطفة قلنا هي ايضا واحد ان احادية المجموعة الكروموسومية. من راح يتحدن شو راح يصير؟ تتكون الزيجة، الزيجة راح تكون اثنين سين، يعني الزيجة راح تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية، يسموها diploid number of chromosome، يعني من صارت عندي عملية الإخصاب صار عندي رجع عندي يعني رجع عندي تكونت عندي البيضة ثنائية المجموعة الكروموسومية. تمام، هذا اللي يقصد بأنه بعملية الفيرتلايزيشن راح يتم استعادة المجموعة الكروموسومية الثنائية، يعني الخلية الناتجة من عملية الفيرتلايزيشن ايش راح تكون؟ راح تكون deployed number of chromosome، يعني راح تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية 2N أو نسميها 2C. تمام؟ زين.
بعد ايضا بعملية الفرتلايزيشن راح تصير عندي عملية جدا مهمة وهي جندا ديترمينيشن. جندا ديترمينيشن يقصد بيها تحديد جنس الجنين. الجنين راح يتحدد جنسه اثناء عملية الاخصاب، تمام؟ يعني من نصي عملية الفرتلايزيشن مو تتكون الزايغوت وراح تتحدد هل هذا الزايغوت ذكر ام انثى، تمام؟ شلون؟ هسه خلنا نجي نشوف الايج البيضة، تمام؟ اللي هي واحد ان، يعني ثنائية واحد ان، يعني احادية المجموعة الكروموسومية بها 23 كروموسوم. والسبام النطفة ايضا واحد سين، ايش قد بيها؟ بها 23 كروموسوم، تمام؟ هذني من يتحدن النطفة والبيضة راح يتحد ال 23 كروموسوم مع 23 كروموسوم، ايش قد يصير؟ يصير 46 كروموسوم، ويعني الخلية الناتجة اللي هي الزايغوت ايش راح تكون؟ راح يكون بها 46 كروموسوم، اللي هو نفسه شنو؟ اللي هو نفسه عدد كروموسومات الإنسان، يعني الجنين اللي راح يتكون عندي من الزايغوت راح تكون خلايا عدد كروموسوماتها 46 كروموسوم، اللي هو عدد كروموسومات الإنسان، تمام؟ زين. سينغامي هذا مصطلح، شو يقصد بي؟ يقصد بي fusion of gametes to form zygote، يعني عملية اتحاد الجامتس يعني الأمشاج وتكوين الزايغوت. الزايغوت هي البيضة المخصبة، قلنا هاي العملية سميناها، هاي العملية سميناها الفرتلايزيشن الإخصاب، تمام؟ أو لها مصطلح ثاني، تسمية ثانية اسمها سينغامي. سينغامي معناها اتحاد، يعني شو يقصد به؟ يقصد به اتحاد الأمشاج وتكوين البيضة المخصبة أو الزيجة الزايغوت، تمام؟ هذه العملية يسموها، احنا قلنا ذكرت لكم قلنا نسميها فرتلايزيشن، أو لها مصطلح ثاني سموه سينغام، نفس الفكرة هي، تمام؟ بس فرق مصطلحات. هاي عملية السينغامي هي عبارة عن عمليتين، العملية الأولى بلازموغامي والعملية الثانية كاريوغامي. البلازموغامي يقصد بيها union of cell membrane and cytosol، هذه عملية اتحاد النطفة والبيضة، هي عبارة عن جزئين. الجزء الأول يسموه بلازموغامي، يقصد بيه شنو؟ يقصد بيه اتحاد السيل ممبرين يعني غشاء الخلية والسايتوسول يعني السايتوبلازم، تمام؟ فايش راح يصير بالسينغامي؟ أول شيء راح تتحد يعني غشاء الخلية مال النطفة والبيضة والسايتوبلازم مال النطفة ومال البيضة راح يتحدن مع بعض، تمام؟ والخطوة الثانية راح يصير كاريوغامي. كاريوغامي يقصد بي union of genetic material، يعني اتحاد نواة البيضة ونواة النطفة، يعني اتحاد الجينات اللي موجودة بالنطفة اللي هنا 23 كروموسوم والجينات اللي موجودة بالبيضة اللي هنا 23 كروموسوم يتحدن مع بعض يصير 46 كروموسوم. هاي العملية شو يسموها؟ هاي العملية يسموها كاريوغامي. فالسينغامي هي عبارة عن خطوتين، بلازموغامي وكاريوغامي. زين، فمن صارت عند اتحاد الجينيتك ماتيريال يعني اتحاد الكروموسومات البيضة والنطفة صار عندي 46 كروموسوم، تمام؟ ذن 46 كروموسوم بيهن 44 كروموسوم يسموهن أوتوسومز، يعني كروموسومات جسمية. كروموسومات الجسمية هاي الكروموسومات مسؤولة عن يعني مسؤولة عن صفات الشخص، يعني مثلا لون الجليد، لون الشعر، مسؤولة عن أعضاء الجسم، تمام؟ فهذني شي يسمون كروموسومات جسمية، عددهن 44 أو 22 زوج، نفس الشيء 44 كروموسوم أو 22 زوج. هاي 44 من أصل 46، وعندي كروموسومين يسموها السكس كروموسومز، يسموها الكروموسومات الجنسية. الكروموسومات الجنسية هي المسؤولة عن نقل يعني الصفات الجنسية من الآباء إلى الأبناء،
تمام؟ إذن 46 كروموسوم، 44 منهن أوتوسومز كروموسومات جسمية، واثنين كروموسومات جنسية، تمام؟ كروموسومين جنسي أو one pair يعني زوج واحد، زوج كروموسومات جنسية، زوج يعني كروموسومين، تمام؟ زين. الكروموسومات الجنسية عندي نوعين، عندي X كروموسوم X، عندي كروموسوم Y، تمام؟ هاي الكروموسومات الجنسية نوعين. الأم الفيميل هي XX، الفيميل معدها كروموسومين جنسيين، تمام؟ فالفيميل الكروموسومين الجنسيين اثنيناتهن X، فيرمزوا لها XX، بينما الميل الذكر الكروموسومات الجنسية اللي عنده اثنين، واحد منهن X وواحد منهن Y، فالميل يرمزوا له XY، تمام؟ زين. فالفيميل من يعني من تنتج البيوض، البيضة مال الفيميل الكروموسوم اللي بيها هو X، تمام؟ دائما بالبيضة الكروموسوم الجنسي اللي بيها هو X، مو البيضة بيها 23 كروموسوم، البيضة شقد بيها 23 كروموسوم، 22 كروموسوم ذن كروموسومات جسمية، وكروموسوم واحد هو كروموسوم جنسي، نوع هذا الكروموسوم الجنسي هو X، تمام؟ هاي بالفيميل بكل البيوض، بينما النطف احنا قلنا الذكر الكروموسومات الجنسية مالته X و Y، فالذكر من راويناكم هسه عملية السبرماتوجينيسيس، مراويناكم ان السبرماتوجونيوم مو قلنا راح تتحول الى اربع نطف، هذن الاربع نطف كل نطفة منهن 23 كروموسوم، كل نطفة من هذن الاربعة بها كروموسوم جنسي واحد، اثنين من هذن النطف الاربعة الكروموسوم الجنسي بهن اكس، واثنين الباقيات بهن الكروموسوم جنسي واي، اذا تلاحظون هنا فالسبير ممكن ان يكون بها الكروموسوم الجنسي اكس وممكن ان يكون بها الكروموسوم الجنسي واي. زين. السبير النطفه هي راح تجي تخص بالبيضه وتتحد الكروموسومات، تمام؟ اذا كانت النطفه اكس اتحدت مع بيضه اكس، فايش راح يصير عندي؟ اكس اكس يعني شنو الجنين؟ يعني الجنين جنسه female أنثى، تمام؟ بينما إذا كانت النطفة Y، تمام؟ النطفة Y من تتحد مع بيضة X، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي XY، وإذا صار عندي XY معناه هذا الجنين ذكر، تمام؟ فالذكر كروموسوماته الجنسية XY والفيميل كروموسوماته الجنسية X، تمام؟ يعني الكروموسوم اللي راح يحدد الجنين هل هو ذكر أم هل هو أنثى هو كروموسوم Y، إذا وجد كروموسوم Y هذا ذكر، وإذا ما وجد كروموسوم Y هذا أنثى. زين، هذا الكروموسوم Y هو عند من؟ الكروموسوم Y هو موجود عند الذكور فقط، إذن الذكور هم اللي يحددون جنس الجنين، تمام؟ واضحة هاي الفكرة؟ زين. عملية الفيرتلايزيشن نلخصها بأربع خطوات. الخطوة الأولى سبيرم كونتاكت إيج، يعني الخطوة الأولى تجي النطفة تتحد مع البيضة، يعني هسه هاي بيضة وهاي النطف اجت النطف، فأول خطوة بعملية الفيرتلايزيشن هو شنو؟ هو اتحاد النطفة بالبيضة، هاي أول خطوة. الخطوة الثانية sperm or its nucleus enter the egg and regulation of sperm entry. الخطوة الثانية ايش راح يصير؟ هاي النطفة راح تخترق جدار البيضة، تمام؟ وتدخل النطفة للداخل، والنواة اللي موجودة بالنطفة تدخل الى داخل البيضة، تمام؟ هاي نواة البيضة وهاي نواة النطفة اجت دخلت، هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة sperm and egg nuclei fuse، يعني الخطوة الثالثة تيجي هذه النواة مال النطفة
تتحد مع نواة البيض يتحد نسوي هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة eggs becomes activated and developmental chains begin. من صارت هذه الاتحاد مال الأنوية والنطفة دخلت إلى داخل البيضة إيش راح يصير؟ راح البيضة تتحفز، هاي البيضة راح تتحفز تمام، وتبدأ بداخلها تفاعلات داخل البيضة، تتحول هاي البيضة إلى زايغوت زيجة، وهذا الزايغوت راح النوب هي تبدأ عملية انقسامات وتتحول إلى جنين تمام. هذين الخطوات الأربعة عملية الفيرتلايزيشن. هاي الصورة هنا ملخص يعني العملية الفيرتلايزيشن. أول خطوة تتحد النطفة بالبيضة، إذا تلاحظون الخطوة الثانية النطفة راح تخترق البيضة تدخل للداخل تمام، وهاي نواة النطفة تدخل إلى داخل البيضة. الخطوة الثالثة ايش راح يصير؟ نواة النطفة ونواة البيضة يتحدن مع بعض تمام، فيعني تتحول إلى نواة واحدة. نواة واحدة بها 2N ثنائية المجموعة الكروموسومية تمام، وهاي الخلية الزايغوت اللي هي يعني البيضة كلها يصير قلنا بداخلها تفاعلات تتحول إلى زيجة تمام. فالزايغوت شنو الزايغوت؟ is the fertilized egg. الزايغوت هي البيضة المخصبة تمام. زايغوت شنو معناه؟ معناه البيضة المخصبة fertilized egg تمام. البيضة المخصبة احنا نسميها زايغوت. Fertilized egg becomes an embryo as soon as the first cleavage occurs. وبعدين هاي الزايغوت اللي هي الفيرتلايزد ايج البيضة المخصبة شبيها، هاي البيضة المخصبة هي راح تخضع النوب إلى سلسلة انقسامات وتصبح امبريو جنين. زين، عملية الفيرتلايزيشن وين راح تصير؟ هذا أيضا نقطة مهمة خلوها في بالكم. هذه يسموها الأوفيداكت. أوفيداكت يعني قناة البيض أو قناة فالوب إذا تتذكروا تمام. هذا هنا المبيض راح يطرح البيضة، يطرح البيضة بهاي المنطقة تمام. هاي المنطقة من قناة فالوب، هاي المنطقة يسموها أمبولة تمام. شو اسمها؟ أمبولة. خلوه في بالكم هذا أمبولة. أمبولة هاي منطقة بالأوفيداكت اللي هي هاي المنطقة تمام. هاي المنطقة راح يصير بها الإخصاب، هنا راح يصير الإخصاب، هنا راح تنطرح البيضة تمام من المبيض، تطلع البيضة من المبيض تجي تقعد هنا تمام، والنطف تجي منها تدخل النطف تجي للبيضة تخصبها. هذا هو مكان الإخصاب تمام، اللي هو بالأوفيداكت بقناة البيض تحديدا. وين؟ تحديدا بمنطقة اسمها الأمبولة. هنا أنا هذه الصورة يعني جاي راويك أنه السبير النطفة تتحد مع الإيج البيضة تتكون عندي زايغوت، والزايغوت راح تتحول إلى بيبي يعني تتحول إلى جنين جديد. زين، هنا أنا الانترنال فيرتلايزيشن والإكسترنال فيرتلايزيشن، هنا أنا هاي يقصد بشكل عام الإخصاب الداخلي والإخصاب الخارجي يعني بشكل عام بالكائنات الحية. فرق الإخصاب الداخلي عن الإخصاب الخارجي شنو يقصد به؟ الإخصاب الداخلي internal fertilization يقصد به أنه النطفة راح تخصب البيضة وين؟ داخل الأنثى، فسموه إخصاب داخلي تمام؟ internal fertilization. بينما external fertilization شو يقصد به؟ يقصد به أنه النطفة راح تخصب البيضة خارج جسم الأنثى. يعني شلون يصير؟ أكو بعض الحيوانات اللي تذكروها بالأحياء اللي مرت بيكم فصل التكاثر تمام؟ بعض الحيوانات شو تسوي؟ الأنثى تطرح البيوض والذكر يطرح النطف تمام؟ ينطرحن بالبيئة تمام؟ بمكان معين ويصير عملية الإخصاب، فهي يسموها إخصاب خارجي. بينما الإخصاب الداخلي لا، الذكر يلقح الأنثى تمام؟ وتدخل النطفة
يعني تصير النطفة بداخل الأنثى، تمام، وتصير عملية الإخصاب بداخل الأنثى. هاي شو يسموها؟ هاي يسموها internal fertilization. شنو الفرق فيما بيناتهم؟ الفرق فيما بيناتهم أنه بالinternal fertilization chance of zygote survival، يعني احتمالية نجاة الزايغوت increased، أكبر. ليش؟ الزايغوت راح تكون محفوظة داخل جسم الأنثى، فاحتمالية نجاة الزايغوت، يعني هاي الخلية احتمالية نجاتها وأن تبقى حية، أكبر بالإخصاب الداخلي. بينما بالإخصاب الخارجي زايغوت chance of survival decrease، تقل. ليش؟ لأن الزايغوت ما راح تتكون، راح تتكون بالبيئة. يعني مثلاً الزايغوت تتكون بالتربة، تتكون بالماء، وهاي الزايغوت ممكن أن تتعرض إلى عوامل حرارة ويعني إلى آخر، ممكن أن الزايغوت تموت، تمام؟ فبالإخصاب الخارجي يعني احتمالية نجاة الزايغوت، تمام، تقل بالإخصاب الخارجي. بينما بالإخصاب الداخلي احتمالية نجاة الزايغوت راح تكون أكبر، لأن تكون الزايغوت محفوظة داخل الأم، تمام؟ زين. هنا يراويكم الستراكتشر أوف سبير، يعني تركيب النطفة. النطفة من تتكون؟ تتكون من هيد، يعني رأس. هذا الرأس شبي بي النيوكليوس، النواة، وبي تركيب يسموه الأكروسوم، تمام؟ هذا الأكروسوم اللي هو هذا الأصفر اللي تشوفوه، هذا الأكروسوم شنو وظيفته؟ هذا الأكروسوم بي إنزيمات، إنزيمات تساعد النطفة على اختراق البيضة. يعني مو هذه البيضة وهاي النطفة، النطفة من تتصل بالبيضة جدار البيضة سميك، فشو تسوي النطفة؟ النطفة عندها إنزيمات موجودة داخل الأكروسوم، تطرح النطفة هاي الإنزيمات. شو تسوي الإنزيمات؟ الإنزيمات تحلل جدار البيضة حتى النطفة شبيهة، حتى النطفة تقدر تدخل إلى داخل البيضة، هاي الأكروسوم، وبي أيضا النيوكليوس يعني بي النواة. بعد شبيهة النطفة بيها الميت بيس، القطعة الوسطية، هذا القطعة الوسطية موجودة بالميت بيس. هاي القطعة الوسطية بيها السنتريول، بيها الجسيم المركزي، وبيها ميتوكوندريا اللي هي الميتوكوندريا اللي تعرفوها، تمام، موجودة بالميت بيس. وبعد شبيها النطفة، بيها النطفة التيل، التيل هي الذيل. فإذا النطفة من تتكون؟ النطفة تتكون من هيد وميت بيس والتيل، هاي ثلاث أجزاء. ومرات يضيفون جزء رابع اللي يسموه الانت بيس، يعني القطعة النهائية. زين، هذه التركيب النطفة. بينما تركيب البيضة، البيضة شبيهة، البيضة بيها نيوكليوس، نواة، وهاي النواة يحيط بيها، النواة يحيط بيها سيتوبلازم، تمام. زين، وهاي البيضة كلها يعني يحيط السيتوبلازم شنو؟ البلازما ممبرين، غشاء الخلية، هذا غشاء الخلية يحيط السيتوبلازم، تمام. وفوق السيتوبلازم اكو طبقة اسمها زونة بليوسيدة، هاي باللون الأصفر تلاحظوها، هاي طبقة اسمها زونة بليوسيدة، هاي طبقة صلبة تحيط بالبيضة، تمام. زين، ودائر مدار البيضة هذن الخلايا، تمام، اللي هن شو اسمهن؟ يسموهن هذن الخلايا يسموهن الكاميولاس أوفورس، تمام. الكاميولاس أوفورس ايش يقصد بيه؟ يقصد بيها الخلايا اللي تحيط بالبيضة الناضجة. هنا أنا هذه يعني صورة ثانية، هاي النطفة قلنا تتكون من هيد ونيك، رقبة، يعني بعض الأحيان يقولون أنه هاي الرقبة وهاي الميت بيس وهذا التيل، تمام، بها رقبة قصيرة النطفة هذه، تمام. زين، هذا تركيب النطفة. زين، تركيب البيضة اللي هاي تلاحظوها، هاي نواة وهذا السيتوبلازم، تمام، وورا السيتوبلازم يعني غشاء الخلية،
وورا غشاء الخلية الزونة باليوسيدة، هاي الزونة باليوسيدة هاي طبقة سميكة تحيط بالبيضة اسمها الزونة باليوسيدة، وفوق الزونة باليوسيدة اكو مجموعة خلايا. اذا تلاحظون ذن الخلايا شي يسموهن ذن الخلايا يسموهن كورونا راديتد، تمام؟ هاي الخلايا يسموها كورونا راديتد، هاي تركيب الاووسايت البيض. هسه راح نجي نتكلم عن السبرماتوجينيسيس. انا قلت لكم بالبدايه انه الجاميتوجينيسيس بها قسمين، بها سبرماتوجينيسيس يعني تكوين النطف، واوجينيسيس تكوين البيوض. راح نجي هسه نتكلم عن السبرماتوجينيسيس عمليه تكوين النطف، ونتكلم شويه عن الجهاز التكاثري الذكري، تمام؟ نتكلم شويه عن الميل ريبرودكتيف سيستم، الجهاز التكاثري الذكري. زين، الجهاز التكاثري الذكري هاي صورة أسر، هذه الصورة أوضح. من يتكون الجهاز التكاثري الذكري؟ أولا تيستس، اللي هي التيستس يعني الخصية، والإبيديدمس اللي هو البربخ، هذا هو التركيب، البربخ اللي هو التركيب اللي يقع فوق الخصية، تمام؟ وبعد أيضا التركيب الثالث اللي هو الدكتوس ديفرنسز، او اللي يسموها قناة النطف، هاي القناة اللي تنقل النطف من الخصية تنقلها الى الحويصلة المنوية، تمام؟ هاي شي يسموها، هاي يسموها دكتوس ديفرنسز. زين، هذا الجهاز التكاثري الذكري. وبعد اكو يسموها اعضاء ملحقة بالجهاز التكاثري الذكري. من النذن الأعضاء الملحقة؟ السيمينال فيسيكل يعني الحوصلة المنوية اللي هي هاي، تمام؟ وبعد البروستات، غدة البروستات، وبعد والبولبويورثرال جلاند، هاي هي البولبويورثرال جلاند. هذني الغدد الثلاثة يسموهن الغدد الملحقة بالجهاز التكاثري الذكري. هذا هو الجهاز التكاثري الذكري. زين، انتاج النطف وين يصير؟ انتاج النطف يصير داخل التستس، تمام؟ التستس بيها يسموها سيمينيفيروس تيوبيولز، التستس بيها نبيبات. اذا تلاحظون هاي التستس، شوفوا تركيبها، هذه شنو؟ هاي التستس عبارة عن نبيبات صغيرة، تمام؟ عبارة عن نبيبات صغيرة يسموها سيمينيفيروس تيوبيولز، تمام؟ هاي نبيبات صغيرة، إذا تلاحظوها بالرسم اسمها سيمينيفيروس تيوبيول. داخل هاي النبيبات راح تتكون النطفة، تمام؟ فالجهاز التكاثري الذكري، الميل ريبرودكتيف سيستم، الجهاز التكاثري الذكري له وظيفتين، له تو فانكشن. الوظيفة الأولى هي برودوس and maintain and transport viable spermatozoa. الوظيفة الأولى للجهاز الوظيفة الأولى للجهاز التكاثر الذكري هو إنتاج السبرماتوزوا. سبرماتوزوا معناها النطف الناضج. فأول وظيفة لهذا الجهاز هو إنتاج و maintain يعني المحافظة على النطف، و transport نقل هاي النطف الى الانثى، تمام؟ هذه اول وظيفه للجهاز التكاثر الذكري، تمام؟ زين، الجهاز الذكري من يتكون؟ ذكرناه يتكون من تيستس وابيديدمس اللي بربخ، والدكتوس ديفرنسز يعني الدكتوس ديفرنس يعني يقصد بها القناه النطفيه، القناة الناقلة للنطف، والغدد الملحقة اللي هن البروستات اللي هي البروستات، والسيمينال فيسيكلز اللي هو الحويصلات المنوية، والبولبويورثرال جلاند. هاي الوظيفة الأولى من الجهاز التكاثري الذكري. الوظيفة الثانية هي هرمون برودكشن. هذا الجهاز التكاثري الذكري أيضا مو بس ينتج نطف، ينتج هرمونات،
تمام؟ زين، هاي الهرمونات شنو وظيفتها؟ هاي الهرمونات لها وظيفتين. الوظيفة الأولى develops secondary sexual characteristics، يعني مسؤولة عن الصفات الجنسية الثانوية. شنو الصفات الجنسية الثانوية؟ يقصد بيها مثلا يعني ظهور اللحية والشارب وخشونة الصوت، تمام؟ انتو تعرفون انه الذكر من يبلغ، الذكر من يصل مرحلة البلوغ ايش راح يصير؟ صوته راح يصير خشن، تطلع عنده اللحية، تطلع عنده الشارب. هاي شي يسموها؟ هاي يسموها الصفات الجنسية الثانوية، السكندري سكتوال كاركترستيك. هاي الصفات الجنسية الثانوية من مسؤول عنها؟ مسؤول عنها هرمونات ذكرية. هاي الهرمونات الذكرية من ينتجها؟ ينتجها جهاز التكاثر الذكري. هاي الوظيفة الأولى للهرمونات. الوظيفة الثانية involved in feedback mechanisms relating to spermatogenesis. هذه الهرمونات أيضا تتحكم بعملية السبرماتوجينيسيس، تمام؟ يعني الشخص من يبلغ، من يصل مرحلة البلوغ ايش راح يصير؟ تبدي الجهاز التكاثري، يعني تبدي الخصى تنتج هرمونات. هاي الهرمونات شو تسوي؟ هم تحفز السبرماتوجينيسيس، تحفز تكوين النطف، وبعد شو تسوي الهرمونات؟ تحفز ظهور السكندري سيكشوال كاركترستيكس. هاي صورة للجهاز التكاثري الذكري شفناه، تمام؟ زين، نجي نتكلم عن التستس الخصب. زين، التستس is site of sperm production. التستس هي مكان إنتاج النطف، تمام؟ زين، التستس مقسمة إلى لوبيول، تمام؟ each with seminiferous tubule. شوفوا التستس، هذه هي التستس، هذا الخصب. الخصى مقطعة إلى لوبيولز. لوبيولز يعني أجزاء، تلاحظون هنا شوفون الخصى مقطعة إلى أجزاء، هذه كل جزء يسموه لوبيول، هذا الجزء يسموه لوبيول، تمام؟ كل جزء من هذا النشي يسموه لوبيول. فالخصى مقطعة إلى لوبيولز، تمام؟ كل لوبيول شكو بداخلها؟ أكو بداخلها اللي هي السيمينيفيروس تيوبيول، تمام؟ هذا هو تركيب النطفة. هذا النطفة مقطعة إلى لوبيولز، يعني خلينا نقول أجزاء لوبيولز. كل جزء شكو بداخله؟ كل جزء أكو بداخله هذا السيمينيفيروس تيوبيول. هاي تركيب الخصب. زين، السيمينيفيروس تيوبيولز شنو وظيفتها؟ السيمينيفيروس تيوبيولز بها وظيفتين. الوظيفة الأولى هي maintain environment for spermatogony by the basal lamina and the Sertoli cell. الوظيفة الأولى للسيمينيفيروس تيوبيولز، السيمينيفيروس تيوبيولز راح تحتوي سبرماتوجوني، تمام؟ يعني تحتوي على الخلايا الجرثومية النطفية، وهذه السيمينيفيروس تيوبيولز راح توفر فد بيئة لهذه سبرماتوجونيا، تمام؟ هاي يعني بيئة خاصة للسبرماتوجونيا بحيث السبرماتوجونيا تقدر تضاعف وتنتج خلايا، تمام؟ يعني خلينا نقول السيمينيفيروس تيوبيولز راح تحافظ على السبرماتوجونيا من الضرر، تمام؟ توفر لها فد بيئة مناسبة، مكان ملائم، توفر لها مواد غذائية للسبرماتوجوني حتى تبقى حية، تمام؟ هاي الوظيفة الأولى. زين، شلون السيمينيفيروس تيوبيولز تحافظ على السبرماتوجوني؟ تحافظ عليها من خلال البيزل لامينة. يعني هاي السيمينيفيروس تيوبيولز شبيها بها بيزل لامينة وبها سرتولي سيلز، بها خلايا اسمها سرتولي سيلز. من خلال هذين التركيبين السيمينيفيروس تيوبيولز راح تحافظ على السبرماتوجوني. لاحظ هذا فد مقطع عرضي بالسيمينيفيروس تيوبيول. احنا هذا ماخذين الانبوب قاصي بالعرض، مقطع عرضي. هذا اللي بالازرق تلاحظوا هذا يسموه البيزل لامينة، تمام؟ هذا اللي بالازرق. زين، هذه البيزل لامينة تلاحظوا يعني عبارة عن غشاء أو جدار
تمام. هذا الجدار يعني بمثابة حماية للسبرماتوغونيوم. وين السبرماتوغونيوم؟ هاي السبرماتوغونيوم. تلاحظون ذني؟ ذني شنو؟ ذني سبرماتوغونيوم موجودات داخل السمنيفيرس تيوبو. فس أول شيء يحميهن منو؟ البيضة اللامنة راح تحميهن، تمام؟ وبعد منو يحميهن ويساعدهن؟ السيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز هي هاي الخلايا، هاي الخلايا اسمها سيرتولي سيل. هاي الخلايا شنو فائدتها؟ هاي الخلايا فائدتها تعطي مواد غذائية للسبرماتوغونيا، تمام؟ هاي السيرتولي سيل تعطي مواد غذائية للسبرماتوغونيا، تمام؟ وتحافظ على هاي الخلايا. واضح؟ زين. السيرتولي سيلز separate the lumen from the basal lamina and create a blood test sparing. أكو عندي تركيب يسموه blood test barrier، يعني barrier معناته حاجز. أكو حاجز بين الدم وبين التستس، تمام؟ التستس مو يجيها دم بالشرايين، بس هذا الدم ما يختلط مع التستس. ليش؟ أكو هناك حاجز barrier يسموه ال blood test barrier. الدم، انتبهوا لهاي الملاحظة، الدم ما يدخل إلى داخل التستس، يعني الدم ما يختلط مع التستس، وإنما أكو هناك حاجز. ليش؟ هاي النطف اللي موجودة داخل التستس، الجهاز المناعي مالتنا يعتبر هاي الخلايا الجرثومية أجسام غريبة. خوش، إذا اكتشفها الجهاز المناعي راح يحطم السبرماتوغونيوم، وإذا حطم السبرماتوغونيوم مش راح يصير الإنسان بعد ما يقدر يضعف، تمام؟ راح تقتل جميع السبرماتوغونيوم. فش أكو عندي هذا البلود تيستس بارير، هذا الحاجز اللي يمنع وصول الدم إلى التيستس، تمام؟ ما يخلي خلايا الدم تدخل إلى داخل التيستس، تمام؟ بس المواد الغذائية تعبر خلال هذا الحاجز. ليش؟ حتى ما تصير عندي هاي الاستجابة المناعية. هذا يسموه blood test barrier. فالربط مالتنا شنو؟ السيرتولي سيل والبيزل لامينة هذين راح يساهمن بتكوين blood test barrier. واضح؟ زين. هاي السمنيفيرس تيوبيول بي 3 compartments. السمنيفيرس تيوبيولز بي 3 أجزاء. السمنيفيرس تيوبيول قسموه إلى 3 compartments، يعني 3 أجزاء. الجزء الأول هو اللومن، يعني التجويف. هذا اللومن شنو صفاته؟ بي لو جلوكوز، يعني هذا اللومن بجلوكوز قليل، تمام؟ and high K يقصد ببوتاسيوم، ببوتاسيوم عالي وبي ستيرويد هرمون عالي. لاحظوا هذا التيوبيول، تمام؟ هم مهسمني فرص التيوبيول. هذا اللومن، هذا التجويف مال السمنيفيرس تيوبيول. هذا التجويف اللي هو الكمبارتمنت الاول، يعني الجزء الاول من السمنيفيرس تيوبيول، هذا التجويف شنو بي لو جلوكوز، يعني بي جلوكوز قليل وبي بوتاسيوم وبي هرمونات ستيرويدية عالية. زين، الجزء الثاني اللي هو البيزل كمبارتمنت، هذا هو البيزل كمبارتمنت، هذا الجزء من السمنيفيرس تيوبيول يسموه البيزل كمبارتمنت. ايش بيه هذا البيزل كمبارتمنت؟ The basolateral side of the Sertoli cell and containing the developing spermatogonia. يقول لك انه هذا البيزل كمبارتمنت ايش بيه؟ بي Sertoli cell، جزء من Sertoli cell وبي السبرماتوغونيا، تمام؟ هذه هي السبرماتوغونيا. تلاحظون هاي الخلايا اللي بهذا اللون، هاي سبرماتوغونيا، تمام؟ وهاي السيرتولي سيل. وش فالبيزل كومبارتمنت ايش بي السيرتولي سيل وبي السبرماتوغونيا، تمام؟ زين، الكومبارتمنت الثالث يسموه interstitial fluid space below the basal lamina.
وكنتين لايدك سيل. الكمبارتمنت الثالث اسمه انترستيشال فلويد سبيس. هذا الانترستيشال سبيس، هذا الانترستيشال سبيس الكمبارتمنت الثالث هذا وين صاير؟ هذا صاير تحت ال تحت البيزل اللامنة. مو هاي البيزل اللامنة؟ تحت البيزل اللامنة ايش اكو؟ اكو يسموه الانترستيشال سبيس. هذا الانترستيشال سبيس ايش بي؟ بي خلايا اسمها اللايتك سيلز. تمام، هاي الخلايا ايش يسموها؟ هاي الخلايا يسموها اللايتك سيلز. هذا تمام، هاي الخلايا ايش اسمها؟ مهمه، اسمها لايتك سيل. وين موجوده هاي اللايتك سيلز؟ موجوده داخل الانترستيشال سبيس. تمام، بينما السرتولي سيل وين موجوده؟ موجوده داخل السمنيفيروس تيوبيول، بينما اللايتك سيل خارج السمنيفيروس تيوبيول. لاحظوا هذا هو السمنيفيروس تيوبيول، هذا كله، هذا باللون الازرق هذا كله هو السمنيفيروس تيوبيول. تمام، هذا السمنيفيروس تيوبيول بداخله موجوده السرتولي سيل ماشي، لكن خارجه موجوده هي اللايتك سيلز اللي هي وين موجوده؟ قلنا بالانترستيشال سبيس، يعني الفراغ ما بين السمنيفيروس تيوبيولز. تمام، ذن السمنيفيروس تيوبيولز اكو بيناتهن فراغات. تمام، هاي الفراغات يسموها الانترستيشال سبيس، موجوده بهن اللايتك سيلز. تمام، اذا هاي منو؟ هاي اول وظيفه للسمنيفيروس تيوبيول. زين، الوظيفه الثانيه للسمنيفيروس تيوبيول هي انتاج الهرمونات والباراكراينز. باراكراينز نوع من انواع الهرمونات. زين، الوظيفه الثانيه للسمنيفيروس او الوظيفه الثانيه للعفوا للتستس سوري هنا اشتبهنا. لاحظوا السمنيفيروس تيوبيول شنو وظيفتها؟ هاي وظيفة السمنيفيروس تيوبيول، لها وظيفة واحدة، لكن النطفة لها وظيفتين. النطفة لها وظيفتين، عفوا التستس الخصر لها وظيفتين. الوظيفة الأولى هي إنتاج النطف، الوظيفة الثانية للخصر هي إنتاج الهرمونات والباراكراينز. الباراكراينز نوع من أنواع الهرمونات. واضحة لنا الفكرة؟ السمنيفيروس تيوبيول حتى لا تشتبهون بين السمنيفيروس تيوبيولز لها وظيفة واحدة اللي هي المحافظة على السبرماتوغونيا. تمام، وهاي السمنيفيروس تيوبيول قلنا بداخلها راح يصير عملية تكوين النطف، يعني بداخل السمنيفيروس تيوبيولز راح تتحول هاي السبرماتوغونيا إلى نطف ناضج. زين، هاي وظيفة السمنيفيروس تيوبيول، بينما الخصر لها وظيفتين التستس. الوظيفة الأولى هي سبام برودكشن، إنتاج النطف داخل السمنيفيروس تيوبيول، والوظيفة الثانية للتستس هي إنتاج الهرمونات. إحنا مو قلنا الجهاز التكاثري الذكري له وظيفتين، إنتاج النطف وإنتاج الهرمونات؟ هذن العمليتين اثنيناتهم يتمن بواسطة الخصر، بواسطة التستس. التستس هي اللي تنتج السبار وهي اللي تنتج الهرمونات. زين، الهرمونات من تنتج؟ الهرمونات تنتج من السرتولي سيل ومن اللايتك سيل، هذن الخليتين اللي ذكرناها قبل شوية. تمام، هذن الخليتين هن المسؤولات عن إنتاج الهرمونات الذكرية اللي ذكرناها قبل شوية.